استحدثت مؤسسة الفرح الاجتماعية وبالتعاون مع السفارة الأسترالية في لبنان مختبراً لقسم الكهرباء والإلكتروميكانيك في معهد شحيم الفني، وقد جرى افتتاح القسم يوم السبت 6 آذار 2021. في العام 2015 بدأت الفكرة مع أستاذ متعاقد في المعهد الأستاذ رئيف الحاج علي، وبالفعل نحن دعمناه لأنه هذه الفكرة هي بتطور المعهد. وشكرت مديرة المعهد فاتن ظاهر القيمين على المؤسسة، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة اليوم للنهوض بالتعليم المهني والتقني. بدوره أشار دكتور جميل حوحو نائب مدير عام مؤسسة الفرح إلى أن المختبر المقدم لمعهد شحيم هو مساهمة لتطوير القدرات المهنية والتقنية للطلاب ولخدمة المجتمع. حلنا نسعى نطلع من اقتصاد ريعي لاقتصاد انتاجي، ومن دون المهارات المهنية ما حنقدر نوصل لهذا الشيء.